في ملف مهم اخر كمان يهم الناس كلها ويهم كمان مصريين موجودين بره، بدء خلاص تطبيق الاجراءات الخاصه بالتيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج فيما يتعلق باستيراد العربيات او ان كل واحد يجيب عربيه من بره. نقدر نبدا الاول بتساؤلات كثيره جدا، وانا طبعا معلش هثقل على حضرتك لو في ناس كتير جدا مستنيه النهارده حضرتك تقول لهم على كل التساؤلات الخاصة. نبدأ الأول بالشروط العامة لمن هو المستفيد من هذه المبادرة. بيستفيد من مبادرة استخدام السيارة معفاة من الجمارك والضرائب وكافة الرسوم أي مصري محتفظا بجنسيته المصرية، مقيم في الخارج ولديه إقامة سارية. إقامة سارية بمعنى يعني صورة إقامة موجودة على جواز سفره المصري أو لديه جواز سفر أجنبي بالإضافة لجواز سفره المصري، ويكون هذا المواطن فوق 16 سنة في هذه الحالة ولديه حساب مصرفي مفتوح قبل 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون. القانون تم إقراره تقريبا يوم 27 أكتوبر. أيوة. ده معناه أن الحساب المصرفي المفتوح في الخارج يجب أن يكون مفتوح قبل يوم 27 يوليو، ويكون المبلغ المطلوب منه تحويله داخل مصر اللي هو المبلغ اللي بالدولار بيعادل كافة الرسوم التي أعفي منها، يكون هذا المبلغ موجود بالفعل في حسابه قبل 3 شهور على الأقل من تاريخ إجراء التحويل. يعني هو لو هو هيحول هذا المبلغ خلال هذا الشهر شهر نوفمبر، المفروض المبلغ ده لو هو مثلا 10,000 دولار، ال10,000 دولار دول يكونوا موجودين بالفعل في حسابه من 3 شهور. يعني لو جاب كشف الحساب نلاقي كده اللي موجود في كشف الحساب ان هو لديه مبلغ اكبر من 10,000 دولار كان موجود من 3 شهور ولا زال موجود حتى الان. في هذه الحاله يستطيع المواطن ان هو يستفيد من هذه المبادره ويدخل على التطبيق اللي هو نزل بالفعل وتم تحليله من الكثيرين على مدار اليومين الماضيين، ونزل مساء امس يعني في اقبال كثير على تحميل التطبيق، فيستطيع ان هو يعني يسير في الاجراءات ويستخدم السياره. طيب في بعض الناس مقيمين في بعض الدول وعندهم قوانين بتحظر ان يكون عنده حساب بنكي، فتح حساب بنكي يعمل ايه؟ هيستفيد ازاي من المبادره؟ اتفضل. قصدي حضرتك ان الدوله بتحظر على الاجنبي انه يفتح في الحاله دي المصري ان هو يفتح حساب مصرفي. بالظبط. لغير مواطنيها يعني، لغير مواطنيها. بتفتح فقط لمواطنيها. في هذه الحاله لو جاب شهاده من وزاره الخارجيه او احد بعثاتها في الخارج ان هذه الدوله بتطبق هذا الاجراء، بيتم يعني الاستعاضه عن الحساب المصرفي بان يقوم المواطن بتحويل الاموال من عن طريق احد شركات تحويل الاموال الموجوده في دول العالم. يعني احنا طبعا تحويل الاموال ليه طريقتين، طريق النظام المصرفي الطبيعي، لكن في هذه الحاله اللي حضرتك بتتحدث عنها المواطن ملوش اصلا حساب مصرفي لان الدوله الاجنبيه لا تسمح بذلك. ففي الحاله دي يلجا الى شركه من شركات تحويل الاموال ويقوم من خلالها بتحويل المبلغ. طيب مواطن عنده جنسيه مزدوجه، وفي كتير طبعا محتفظين بالجنسيتين، وبالتالي هل يستفيد من هذه المبادره ولا لا؟ المواطن اللي عنده جنسيه اخرى ما فيش ما يمنع ان هو يستفيد من هذه المبادره، لا يوجد ما يحول دون ذلك، لكن يجب ان يكون محتفظا بجنسيته المصريه. ازاي اثبت ان انا محتفظ بجنسيتي المصريه؟ بطاقه رقم قومي، جواز سفر مصري يكون ساري، او شهاده الميلاد. كل هذه تصلح قرينه لان انا اثبت ان انا مصري. المصري فقط هو من يستطيع الاستفاده. لو مصري متزوج من اجنبيه، زوجته الاجنبيه لا تستطيع، يعني ما ينفعش يدخل سياره باسم زوجته الاجنبيه طالما هي غير حاصله او غير متمتعه بالجنسيه المصريه. لو هي كمان حاصله على الجنسيه المصريه تستطيع في هذه الحاله انه يدخل سياره باسمها. يعني هي اجنبيه ولديها جنسيه مصريه حصلت عليها عن طريق الزوج، ففي الحاله دي تستطيع الاستفاده. لكن لو هي اجنبيه فقط وليس لديها جنسيه مصريه، لا يستطيع الزوج ان هو يدخل سياره اسمها. طيب.